السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية أحب أرحب بكل الناس اللي بتشوفنا النهاردة وبتمنى لكم دوم الصحة والعافية. حلقة النهاردة من أجمل الحلقات على قلبي لأنها فنانة بالرغم من أنها توفت وهي عندها 36 سنة إلا أنها سابت لنا ورث كبير من الثقافة والجمال والفن وهي الفنانة نعيمة. نعيمة عاكف اتولدت في طنطا سنة 1929 في سيرك عاكف، وعاكف كان والدها وصاحب السيرك. نعيمة كانت طفلة لمضة جدا جدا وشقية جدا وعفريتة، وهي عندها 4 سنين والدها طلب منها انها تتعلم الاكروبات لكن نعيمة رفضت، فاضطر والدها ان هو يستخدم اسلوب تاني مع نعيمة وهو ان هو يعلم اختها الكبيرة. لما نعيمة شافت اختها بتتعلم اكروبات قالت له بابا انا عايز اتعلم اكروبات، قال لها طيب تعلم معلمك. ولما وصلت لسن 6 سنين كانت محترفة للاكروبات بكل انواعه، ولما وصلت بقى سن 10 سنين كانت الناس بتيجي السيرك مخصوص عشان تتفرج على فقرة نعيمة عاكف. نعيمة جت في يوم من الايام وقالت لباباها بص يا بابا انت صاحبي واخويا وكفاءة وكل حاجة لكن الشغل شغل، انا عايزة مرتب نظير عملي معاك في السيرك. طبعا باباها مسكها وادها العلقة التمام. نعيمة عاكف قالت له حاضر يا بابا اللي تشوفه، وجت يوم العرض بتاعها وهم بيندوا على الفقرة بتاعتها نعيمة عاكف ما كانتش موجودة في السيرك، اخذت شنطتها ومشت. الناس طبعا لقوها على باب السيرك بشنطتها، ندهوا لباباها وحكموا ان هو يديها يومية. باباها قال لها ماشي واديها قرشين في اليوم. نعيمة عاكف ما كانتش بتصرف فلوس دي وكانت بتحوشها مع امها. والدها كان بيلعب قمار وفي يوم الايام الدين في الفلوس وجاء البوليس علشان يحجز على السيرك، وزاد الطين بلة بان ام نعيمة عاكف اكتشفت ان جوزها متجوز عليها ومعاه عيال كمان، فقالت له بقى احنا استحملناك على المرة وجايب لنا ضرة، انت مدرب اسود مع نفسك يا كتكوت. وسابته واخدت نعيمة واختها ونزلوا القاهرة في شارع محمد علي. وبعد ما صرفوا الفلوس اضطرت مامتهم ان هي تشتغل بالبيانولا، والبيانولا دي عبارة عن مربع خشبي كده بيطلع مزيكا مع الحركة يعني. وكانت نعيمة واختها بيرقصوا، كانت ده شغلتهم ان هم ماشيين في الشارع بالبيانولا بيرقصوا والناس كانت بتديهم فلوس، لحد ما شافها علي الكسار وطلب منها ان هي تشتغل مع فرقته في مقابل 12 جنيه في الشهر، ده كان مبلغ كويس جدا. اشتغلت نعيمة في مسرح علي الكسار لحد ما شافتها بديعة مصابني. بديعة اعجبت بها جدا وقالت لها انت بتاخدي كام عند علي الكسار؟ قالت لها باخد 12 جنيه، قالت لها انا هديك 15 وتعالي اشتغلي عندي. نعيمة وافقت وراحت اشتغلت في كباريه بديعة مصابني، بس ما كانتش الرقاصة الرئيسية، كانت بترقص ورا الرقاصة الرئيسية. كان زمان انتوا بتشوفوا ان الرقاصة كده وبيرقصوا حوالي وراها كده 5-6 رقصات، نعيمة كانت من 5-6 رقصات اللي وراها. وفضلت شغالة عند بديعة مصابني. بديعة كان عندها رقاصة أجنبية اسمها تيشي، الرقاصة دي كانت بترقص كلاكيت اللي هي الجزمة الحديد دي اللي هي بتقعد ترقص بيها على الخشب كده وتطلع موسيقى كده وكلام من ده. نعيمة شافت الرقاصة دي وأعجبت بها جدا وما كانتش فاهمة هي ايه نوع الرقص اللي هي بترقصه، وقررت ان هي ترقص زيها. وفي يوم كانت الرقاصة دي مش موجودة في الكباريه، نعيمة اخدت الجزمة بتاعتها وراحت لجزمجي قالت له انا عايزك تعمل لي زي الجزمة دي بالظبط بحديدها بسلطاتها ببابا غنوج. وفعلا اخدت الجزمة وتمرنت بيها لمدة شهرين وراحت لبديعة وقالت لها انا هعرف ارقص زي تيشي. بديعة قالت لها مستحيل وده دي الوحيدة اللي بترقص في مصر الرقصة دي. راحت نعيمة رقصة قدامها بالجزمة، بديعة اعجبت بها جدا ومشت تيشي شغلت نعيمة عاكف مكانها. وفي يوم شافها المخرج احمد كمال وكان عنده فيلم اسمه 6 البنات، طلب من نعيمة ان هي تمثل معاه رقصة في الفيلم ونعيمة وافقت، وكان ده اول فيلم تمثله نعيمة. بعد كده بقى شافها المخرج حسين فوزي اللي عمل لها عقد احتكار وخدها وعمل لها مجموعة كبيرة من الافلام وتجوزها بالمرة وعيشها في قصر في مصر الجديدة. نعيمة كانت بالرغم من شقوتها وجمالها وحلاوتها الا انها كانت مش فنعيمة قررت ان هي تكمل ناقصها وتتعلم، وفي ظرف شهور بسيطة اتعلمت الانجليزي والفرنساوي والايطالي. انت متخيل انجليزي وفرنساوي وايطالي في شهور بسيطة؟ كانت ذكية جدا. نعيمة كانت مندفعة وعفوية جدا. في يوم كانت مع جوزها في باريس وكانوا في بيزوروا احد الابراج العالية وتاهوا من بعض، يعني هي كانت في اخر دور وتاهوا من بعض هي وجوزها. نعيمة بصت من البرج كده لقت جوزها في الدور اللي تحتيها. نعيمة قررت ان هي تنط من الدور العالي توصل للدور التاني. نعيمة كان عندها القدرة ان هي تطلع على المواسير، اصلا كانت معجونة فن ومعجونة
لياقه بدن، كانت معجونه لياقه بدنيه. الناس شافوها بتحاول تنط من على السور، هجموا عليها فالكره بتنتحر. قالوا لها لحد ما اكتشفوا ان هي فنانه مشهوره وان هي كانت بتدور على جوزها عادي، ما فيش مشكله ولا حاجه. نعيم عاشت مع جوزها فتره كبيره، عملوا كميه افلام كتير جدا، واتطلبت كمان في دول بره. عاكف راحت ببعثه للصين وقدمت هناك رقصات واوبريتات زهلت العالم كله. بعد كده راحت موسكو وقدمت هناك كذا اوبريت واختاروها احسن رقاصه في العالم. نعيم عاكف اخذت جائزه احسن رقاصه في العالم. وبعد ما اخذت الجائزه وهي نازله مصر وفرحانه، لقت حسين فوزي جوزها متجوز ليلى طاهر. طبعا اغمى عليها لانها كانت بتحبه جدا، اغمى عليها وجالها زي جلطه كده، قعدت 3 شهور، واول ما فاقت من الجلطه دي اتطلقت منه. بعدين لما فاقت لقت نفسها تايهه كده، نصحها الناس ان هي تروح لمحاسب قانوني يمسك لها شغلها وحساباتها. خدت نعيم عاكف عربيتها ومشت في البلد كده، لقت يافطه مكتوب عليها صلاح الدين عبد العليم محاسب قانوني، راحت طالعه. طبعا المحاسب طبعا الراجل شافها قال لها انت يعني هو انت نعيم عاكف؟ قالت له اه. قال لها انت وانت هنا في مكتبي بجد؟ قالت له اه يا عم انت في ايه؟ قال لها انا مش مصدق نفسي، كانت فنانه مشهوره جدا جدا يعني. قال لها طب انا اقدر اخدمك بايه؟ قالت له الوضع 1 2 3، ظبط لها الدنيا ورفع لها اوضاع على جوزها وكسبها وحبها وحبته واتجوزهم. اكتشفت بقى نعيم عاكف ان جوزها الاولاني كان منعها من الخلفه، ما هي طبعا الفرخه اللي بتبيض له البيضه الذهب. فاول حاجه عملتها نعيم عاكف ان هي خلفت من جوزها الجديد طفل اسمه محمد. وفي يوم وهي بتصور فيلم بقى قاعد الجرايد اغمى عليها. نعيمه فكرت نفسها ان هي حامل تاني، فبدات بقى تجهز بقى حاجات المولود ومحضره نفسها ان هي خلاص، وهي اصلا كان نفسها تجيب بنت، يبقى عندها بنت وولد يعني. بدات بقى تشتري كروشيه وتعمل حاجات البيبي بنفسها، وكانت فرحانه جدا جدا جدا. اغمى عليها في الفيلم ده كذا مره، بس هي كانت مفكره ان دي اعراض الحمل. لحد ما في يوم حلمت بحلم غريب جدا، حلمت انها وهي بتعمل هدوم البيبي الابره عورتها جدا والفستان اتقطع وحلم كان مرعب جدا. صحت منه خايفة وراحت وسألت وكلام من ده، وراحت وسألت شيخ عن تفسير الحلم، لكن هو ما قالهاش يعني، هو تفسير الحلم تقريبا كان وحش. بس بدأت ان هي تحس ان في حاجة مش مظبوطة، فراحت تكشف وتعمل تحليل وهي وجوزها واخوها، وجوزها اخد النتيجة وعرف ان هي عندها سرطان في الامعاء في مرحلة متأخرة جدا جدا جدا. خبوا عليها في الاول، وكان ساعتها بقى هي بتعمل فيلم امير الدهاء مع فريد شوقي، ده كان اخر فيلم ليها. وكانت تعبانه جدا يعني. لما الموضوع زاد عن حد وبدا يغمى عليها كذا مره، واجهوها بالحقيقه وقالوا لها ان انت عندك سرطان خلاص في الامعاء، وان هم كانوا بيجهزوا ورقها عشان يسافروا بره. سافروا فعلا موسكو بره، ولكن الدكتور قال مفيش امل وقدامها 2 3 شهور علشان تتوفى. وفعلا توفت نعيم عاكف وهي عندها 36 سنه في 23 ابريل سنة 1966. وساعتها في ناس كتير اتهموا سامية جمال وتحية كاريوكا ان هم كانوا سبب في موتها، وان هم كانوا بيعملوا لها اعمال. يعني نعيم عاكف كانت فعلا بتؤمن بالاعمال وكانت بتروح لكذا شيخ. في ناس قالوا ان سبب مرضها اصلا ان الشيوخ كانوا بيدوها حاجات تحط تاكلها تشربها وكلام من ده، وده كان سبب في سرطان الامعاء، لكن كل ده مش مؤكد. كل الكلام ده انكرته هند عاكف اللي هي بنت اخوها، بس اخوها من الاب التاني. والفنانة صابرين برضه على فكرة قريبة نعيم عاكف، لكن بنت خالة ام امها حاجة زي كده يعني، تبقى بنت خالة ام اللي بنت عاكف، هي تبقى بنت خالة ام خالتها اللفة دي اللي انتوا عارفينها. المهم هي قريبتها وخلاص. في الاخر احب اقول ربنا يرحم نعيم عاكف ويرحم كل اموات المسلمين، واشوفكم في حلقة جديدة ان شاء الله، وتصبحوا على خير.